تحية لكم مشاهدينا الكرام، نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المحلية والعربية والعالمية. سنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس وهو خلاصة الدوري الممتاز لكرة القدم وتقييم 3 جولات من عمر المسابقة قبل التوقف بسبب استعداد منتخبنا الوطني لخوض مباراتين وديتين. معطيات الأدوار الثلاث وضعتنا أمام حالة من الاستغراب حول المستوى المتواضع للفرق بشكل عام، إضافة إلى ما آلت إليه نتائج المباريات والتي كانت كفيلة بإطاحة مدربين معروفين. هذا المحور وتفاصيل أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها على ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع المتابعات العالمية والعربية نوجزها لكم قبل الخوض في محور حلقتنا لهذا اليوم. في الليغا الإسبانية وضمن الجولة 9 سقط فريق ريال مدريد أمام مضيفه فالنسيا بهزيمة ثقيلة وب4 أهداف مقابل هدف. الحصيلة التهديفية جاءت عن طريق سولير من 3 ركلات جزاء، وأضاف مدافع الريال فاران هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل كريم بنزيما هدف الميرنغي الوحيد. بهذا الانتصار رفع فالنسيا رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الريال عند 16 نقطة. نتحول إلى الغريم برشلونة الذي اكتسح ضيفه ريال بيتيس ب5 أهداف مقابل هدفين، وفضل المدرب الهولندي كومان عدم الزج بميسي أساسيا بالمباراة لمنحه مزيدا من الراحة في ظل جدول المباريات المزدحم. ورغم مشاركته في الشوط الثاني لأنه ساهم بشكل كبير في كسب النقاط 3، وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده إلى 11 نقطة. هذه المرة دعونا نتحول إلى أتلتيكو مدريد الذي حافظ على الصدارة ب17 نقطة بعد فوزه العريض على ضيفه قادش برباعية نظيفة. وتمكن فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق 5 انتصارات وتعادلين، ويطمح في هذا الموسم بالحفاظ على قمة الليغا حتى النهاية. عربيا وضمن البطولات العالمية الأخيرة التي احتضنتها الأراضي القطرية، توج المصري علي فرج المصنف الأول على العالم ببطولة قطر كلاسيك للسكواش بعد تخطي النيوزيلندي المصنف 5 على العالم بول كول في النهائي ب3 أشواط لشوط. وحافظ فرج البالغ من العمر 28 عاما على لقبه الذي حققه ببسالة في هذه البطولة، ليرفع عدد الانتصارات على منافسه كول في المواجهات المباشرة بين اللاعبين إلى 13 مباراة مقابل انتصار وحيد للاعب النيوزيلندي. في سباقات الموتو جي بي ستحتفظ قطر باستضافة الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات النارية بعد إصدار جدول العام المقبل من المسابقة، وستكون الجولة المقامة في حلبة لوسيل مساء يوم 28 آذار، مقدمة لموسم يتكون من 20 سباقا في الرزنامة المبدئية التي تم الإعلان عنها، في حين ستستضيف مدينة فالنسيا الإسبانية الجولة الختامية في 14 تشرين الثاني للعام المقبل. فاصل قصير نتابع بعده محور صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا.
قبل الدخول في محور الحلقة دعونا نتابع نتائج الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، إذ حافظ فريق القوى الجوية على صدارة فرق الدوري بتسع نقاط إثر فوزه الأخير على الصناعات الكهربائية بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم المثابر أيمن حسين. بالنتيجة نفسها فاز الكرخ على مضيفه الديوانية مرتقيا إلى مركز الوصافة بسبع نقاط، في الوقت الذي هبط فيه نفط الوسط إلى المركز الثالث بست نقاط إثر هزيمته أمام ضيفه نفط ميسان بهدف دون رد، بينما حقق الزوراء فوزا ثمينا على الطلبة بهدفين نظيفين سجلهما مهند عبد الرحيم ومهدي كامل، رافعا رصيده إلى خمس نقاط بالمركز الرابع. وعاد فريق الشرطة بنقطة واحدة بعد تعادله سلبيا أمام مضيفه زاخو في مباراة متوسطة المستوى، ليحتل الشرطة المركز الخامس بخمس نقاط. وخطف فريق الكهرباء ثلاث نقاط ثمينة وضعته بالمركز الثامن بأربع نقاط، وحقق فريق أمانة بغداد فوزه الأول بهدف نظيف على النفط ليحسن من موقعه في ترتيب اللائحة. وهكذا انتهت مباراة القاسم وأربيل بالتعادل السلبي، بينما تعادل أيضا فريق الحدود ونفط البصرة بهدف لكلا الفريقين. مشاهدينا، وصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم والذي يتعلق بالمسابقة الأهم والأكبر على مستوى كرة القدم العراقية، وهو الدوري الممتاز الذي انقضى منه ثلاثة أدوار وتوقف بسبب المباراتين التجريبيتين لمنتخبنا الوطني اللتان سيلاقي فيهما منتخبا الأردن وأوزبكستان يومي 12 و17 من الشهر الحالي في دولة الإمارات، وذلك تحضيرا لاستئناف التصفيات الآسيوية مطلع العام المقبل المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023. مشاهدينا، هذه وقفة مع التقرير الذي يجسد واقع حال الدوري الممتاز، نتابع ولنا عودة. ثلاث جولات انقضت من عمر المسابقة الأهم والأكبر على مستوى كرة القدم العراقية لتجعلنا نضع عدة علامات استفهام وتعجب لما آلت إليه نتائج مبارياتها، فما بين رابح وخاسر هناك الكثير من الأندية اختارت أوسط الحلول وهو التعادل والاكتفاء بالنقطة الواحدة لتبقى مترنحة في المنطقة الوسطى بعيدة عن التهديد من مناطق الخطر، كما أنها بعيدة كل البعد عن المنافسة على اللقب والتتويج. 20 فريقا خاضوا 57 مباراة كانت حصيلتها 58 هدفا فقط، أي أن هدفا واحدا نتاج كل مباراة، وهذا ما ينذر بخطر محدق يتوعد القدرة التهديفية لجميع الأندية. فالمستوى الفني متذبذب من فريق إلى آخر، ولم نشاهد كرة قدم حقيقية في أغلب المباريات، بل كان معظم الوقت يقضي رتيبا من دون أي فاعلية، خصوصا عندما تكثر الكرات المقطوعة والمناولات العشوائية التي ربما توقف وتيرة المباراة وتقلل رتم الفريقين المتباريين. ثلاث جولات فقط كانت كفيلة بالإطاحة بمدربي الشرطة والديوانية على حد سواء، فالأول حامل اللقب وممثل العراق في دوري أبطال آسيا بنسخته الأخيرة لم يظهر بالصورة المطلوبة، وهو الفريق الأكثر والأفضل إعدادا بين بقية فرق الدوري، لا سيما أنه استقطب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة عبد الغني شهد، فضلا عن الإسباني غونزالو رودريغيز مدرب اللياقة البدنية، لكنه لم يجني من الجولات الثلاث سوى خمس نقاط من فوز وتعادلين، لتنطلق الشائعات التي مفادها إقالة شهد واستقطاب بديل عنه. ويأتي دور نادي الديوانية الذي أقال مدربه سعد حافظ رسميا في سابقة غريبة عندما أطاح بمن سبقه حازم صالح قبل بدء المسابقة بأيام معدودة، فلا نعلم أي تخطيط هذا، لا سيما وهو يعيش إرهاصات الثورة العنكوشية التي توعدت بإحداث تغيير كبير على صعيد المستوى الفني.
رب سائل يتساءل هل يرتضي جميع القائمين على أندية الدوري العراقي لأنفسهم أن تكون فرقهم بهذا المستوى الفني البائس الذي لا يلبي الطموح؟ فماذا بعد؟ لو حسبناها على الورق نجد أن قدرتنا التهديفية تتجلى بهدف واحد خلال 90 دقيقة، بينما يقف سقف طموحنا ليجعلنا نراهن على منتخبنا الوطني بالتأهل إلى المونديال ونهائيات القارة الصفراء. فهل يعقل هذا؟ أم أننا نعود للمقولة المشهورة والتي مفادها حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له؟ متواصلون بمحورنا هذا مع الدوري الممتاز لكرة القدم الذي انقضى منه 3 جولات، ووضعنا من خلالها الإعلام والمتابعين والوسط الرياضي عدة علامات استفهام لما آلت إليه نتائج المباريات، وكانت هي يعني كفيلة أيضا بإطاحة مدربين معروفين. هذا المحور وتفاصيل أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها على ضيفنا لهذا اليوم السيد تحسين الياسري، عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، والذي ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد. فأهلا وسهلا بك أستاذ تحسين، وسعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. حياك الله أستاذ، يا أهلا وسهلا. أستاذ تحسين، التقرير كان ملخصا لمحور الحلقة والذي يتجسد يعني بضعف مستوى جميع فرق الدوري، لا سيما فريق الشرطة حامل اللقب الذي لم يظهر بالصورة التي كنا نتوقعها، وأنت تعلم أن الشرطة يعتبر الأكثر جاهزية بين فرق الدوري، خصوصا بعد خوضه لمباريات في دوري أبطال آسيا وتحقيقه يعني نتائج جيدة قياسا مع الظرف الراهن. برأيك أستاذ تحسين، ما هي الأسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا يخفى على احد انه يعني كرة القدم هي دائما ما تكون الابداع، دائما ما يكون في كرة القدم حينما تكون هناك استمرارية. الاستمرارية حينما تنفقد اكيد راح يكون هناك تراجع. بالآونة الأخيرة يعني احنا منذ نهاية العام الماضي تقريبا ممكن نستطيع ان نقول انه توقفت كرة القدم وعجلت كرة القدم في العراق. لربما هذا أثر سلبا على يعني على الأداء اللي ظهر لي. ممكن يعني شاهدنا المنتخب الوطني العراقي في التصفيات الأخيرة لكأس العالم ظهر بصورة مشرفة مع مباراة إيران وتراجع مع مباراة البحرين، بعد ذلك يعني لم نصل إلى الطموح في على مستوى الخليج. هذا كله يعطيك إنه توقف الدوري العراقي يعني أثر سلبا على أعضائه. الأداء الضعيف اللي ظهر في الدوري العراقي في الجولات الأولى هو أداء متوقع لكون يعني الدوري العراقي متوقف منذ فترة طويلة جدا. يعني جميع الدوريات توقفت بعد جائحة كورونا إلا الدوري العراقي كان متوقف يعني فترة المظاهرات اللي انطلقت في العراق. البعض سواء في الإعلام أو في الوسط الرياضي يشكل عليكم أن فريقكم متخم بالنجوم ولديكم ميزانية تعد يعني الأقوى بين بقية فرق الدوري، لكن أداء الفريق والنتائج بصراحة لا تتلائم مع هذه المعطيات. هل كثرة النجوم هي نعمة أم نقمة؟ وهل هنالك يعني تأثيرات جانبية يعني على المستوى العام؟ لا أستاذ، في واقع الحال يعني شاهدنا اليوم تشكيلة المنتخب الوطني هي مقتصرة على 3 أندية هي الزهراء والجوية والشرطة، وهذا ما يعطيك أن الشرطة ليس الوحيد الفريق اللي يمتلك عناصر من المنتخب الوطني. اليوم عناصر المنتخب الوطني موزعة على الفرق، وهذه فرق أيضا يعني لم تظهر بصورة يعني المتمنى، يعني ما كان يتمنى الجمهور أن يظهر بهذه الفرق اللي يشجعها بهذه المستويات. وحينما نتكلم عن الرياضة في العراق إذا ما يعني استطعنا أن نعدد اللاعبين المميزين سوف يكونون على عدد الأصابع عكس باقي الدوريات المجاورة اللي ممكن أن تصل لك تشكيل يعني كم هائل من اللاعبين، بحيث يحتار المدرب
ما هي السياسات الخاصة باللاعبين اللي يرافقون دكانهم في المنتخبات الوطنية. اليوم يعني التأخر هو تأخر حقيقي والرياضة في العراق متأخرة، لكن نطمح أن تعاد هذه الرياضة مرة أخرى وأن نعيد حسبتنا مرة أخرى. نعم من نفضل الصورة اللي احنا كنا نتمناها، على الرغم انه احنا وفرنا كل ما نستطيع ان نوفره مع المعسكر الخارجي ويعني مشاركة خارجية، لعبنا مباريات على المستوى يعني على المستوى التدريبي في مصر 3-4 مباريات، ثم انتقلنا الى اسيا وبعد ذلك عدنا الى الدوري العراقي. اعتقد ان شاء الله في قادم الايام سوف نرى الشرطة بطريقة تختلف عن يعني عن ما ظهر بصورة تختلف عن ما ظهر عليها في الأونة الأخيرة. طيب لديكم 8 لاعبين بالمنتخب، يعني كيف ترى مردودهم مع نادي الشرطة؟ بمعنى هنالك من يرى أن تسليط الأضواء وأحيانا الضغوط النفسية التي يتعرضون لها مع المنتخب يعني تكون لها تأثيرات ومردود سلبي على أدائهم الفني مع النادي. اليوم ثقافة اللاعب هي اللي راح يكون لها مردود أساسي، يعني سواء كان مردود إيجابي أو سلبي على المستوى في النادي. نعم لدينا 8 لاعبين في المنتخب الوطني، ولو كان الأمر بيدنا إن شاء الله تعالى يعني نجند أكثر من هؤلاء اللاعبين خدمة للعراق العظيم بالرياضة العراقية. إن شاء الله لاعبينا حينما يعني حينما تنتهي مهمتهم مع المنتخب أيضا ترتفع وتيرتهم سواء كان البدنية أو الفكرية أو التخطيطية أو الفنية في الملعب. وإن شاء الله يعني أنا وعدتك ومصر على وعدي إنه فريق الشرطة بعد الفيفا داي سوف نرى بصورة تختلف عن ما ظهر عليه في المباراة، وهذه المباراة يعني 3 مباراة ديربي ومباراة خارج العاصمة وكسب نقطة خارج العاصمة تعتبر يعني لا تعتبر هي جيدة لكن تعتبر هي منطقية على حد ما. طيب من الطبيعي استاذ تحسين ان المدرب دائما ينتظر الفرصة لإثبات امكاناته الفنية، لكن الفرصة ربما لا تأتي من فترة قصيرة وأحيانا غياب عامل الحظ ربما يلعب دور. سؤالي من الناحية الإدارية، ألا يوجد قانون أو فقرة بالقانون تتيح للمدرب الأحقية بالبقاء لفترة أطول يعني لإثبات جدارته، أو على أقل تقدير يحمي المدرب نفسه، أو يستطيع أن يقاضي الإدارة يعني بمعنى على الأقل بخروجه يتم إنصافه بطريقة ما؟ اليوم المدرب إذا ما حقق نتائج إيجابية لا يمكن لأي إدارة أن تصل يعني لهذا المدرب أو تبعد هذا المدرب، لا سيما إذا ما علمنا أنه المدرب اللي يدرب الفرق الجماهيرية سوف يستمد من جمهور هذه الأندية. أما النتائج يعني بعض النتائج اللي ربما تكون المتوسطة أو الغير مقبولة أكيد المدرب يعني راح يتأثر بهذه النتائج، سواء تأثر يعني بشكل مباشر من قبل الإدارة أو من قبل جماهير الأندية اللي تشجع هذه الأندية. هذا واحد. اليوم هناك يعني شيء لآخر لحظة تبقى، لكن اليوم هناك عقد، العقد ملزم بين الطرفين والعقد هو شريعة المتعاقدين. طبعا بعض الأندية اليوم تحصن نفسها في هذه العقود وتضع فقرات يعني تدني المستوى والمدرب في حال يعني لم يرغب فمن غير ممكن أن يوافق على هذه الفقرات. أما المدرب اللي يراهن على إمكانياته التدريبية وعلى فكرة التدريبية وعلى لاعبيه أكيد راح يكون يعني من ضمن يوافق على هذه البنود التي ترافق العقد. هذا واحد. الشيء الأهم من هذا كله، اليوم بعض إدارات الأندية تتيح للمدرب حرية الاختيار وتمنح له مسافة كافية لاختيار اللاعبين، وهذا الموضوع
بصوره عامه سوف يتحمله، بصوره خاصه عفوا سوف يتحمله المدرب. فالمدرب حينما يختار لاعبين ويعني يجلب اللاعبين اللي تكون في الاجنده الخاصه بهذا المدرب، بالتالي عليه ان يحقق نتائج ايجابيه. وفي حال لا سمح الله اخطا فالمدرب راح يكون هو المحاسب باعتبار ان الاداره وفرت له المال الكافي ووفرت له اللاعبين اللي طلبهم، وكذلك وفرت له كل يعني كل المعسكرات سواء كانت المعسكرات الداخليه او الخارجيه او ما مطلوب من هذه الاداره. تبقى النتائج نعم هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن المدرب سوف يكون امام الادارات يعني بشكل مباشر. وهذا هذا الموضوع لا يتعلق بالمدرب المحلي او المدرب، بل هي بكرة القدم بصورة عامة، يعني سواء كان في يعني من بداية القارة الى نهاية القارة او على مستوى العالم. اليوم نشاهد النتائج هي من يعني تسعف المدرب بالبقاء والرحيل. أستاذ تحسين، لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا في صدى الرياضة وعلى كل ما طرحته حول محور الحلقة. هل لك كلمة أخيرة؟ أتمنى لقناتكم برامجكم صدى الرياضة أن يوفق لكونه برنامج يضع النقاب على الحروف ولا يمتهن الإعلان غير مهني، على العكس تماما. كل التوفيق لك وكل التوفيق للعاملين في صدى الرياضة. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد الأستاذ تحسين الياسري، عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي. شكرا جزيلا له. جمهورنا الرياضي، هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، قاد جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي لصدارة البريمير ليج إثر فوزه على ضيفه وولفرهامبتون بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 8 أهداف. وقمة هذا الأسبوع انتهت إيجابيا بعدما تقاسم مانشستر سيتي وليفربول نقاط المباراة بتعادلهما لهدف لكل منهما. سجل هدف ليفربول محمد صلاح وسجل خيسوس للمان سيتي. فيما قاد هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير لمركز الوصافة بتسجيل هدف الفوز القاتل في مرمى مضيفه وست بروميج ألبيون، رفعا بذلك رصيد فريقه إلى 17 نقطة. بينما يواصل تشيلسي عروضه المميزة والفعالة في هذا الموسم على صعيد المنافسة المحلية والأوروبية، ويحقق فوزا كاسحا على ضيفه شيفيلد يونايتد ب4 أهداف مقابل هدف. ومانشستر يونايتد يعود لسكة الانتصارات إثر فوزه على مضيفه إيفرتون ب3 أهداف مقابل هدف. سجل ثلاثية المان فرنانديز هدفين وكافاني، بينما أحرز هدف إيفرتون الوحيد برنارد. وفي قمة مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، سقط يوفنتوس في فخ التعادل بهدف لهدف أمام مضيفه لاتسيو. سجل كريستيانو رونالدو هدف اليوفي وأدرك فيليبي كايسيدو التعادل للاتسيو. أما في الدوري الألماني لكرة القدم وتحديدا ضمن إطار منافسات الجولة السابعة للبوندسليغا، حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيفه وغريمه بروسيا دورتموند ب3 أهداف مقابل هدفين. والآن سنتجول مع أروقة الصحف الرياضية لمعرفة ما كتبه الزملاء في مقالاتهم الرياضية من خلال فقرة القلم الرياضي، نتابع. البداية من صحيفة الصباح، ونتابع فيها مقالا للزميل طه قمر بعنوان بؤس الأندية. جاء فيه: الإعداد المنقوص لحامل اللقب فريق الشرطة الذي بالغ بتواضع مستواه عندما خاض 3 مباريات لم يجني منها سوى 5 نقاط من فوز وتعادلين، أثبت للقاصي والداني أنه غير قادر على تحقيق الفوز على فرق المحافظات ليقف سقف طموحاته عند النقطة الواحدة لا غير. وهكذا فعل عندما عجز مهاجموه من هز شباك فريق زاخو الفتي الصاعد توا للأضواء. فرب سائل يراوده تساؤل مشروع مفاده: ماذا كان يفعل مدرب المنتخبات الوطنية عبد الغني شهد وجهازه الفني لفريق متخم بالنجوم يمتلك ميزانية انفجارية يحلم بها أي من فرق الدوري الأخرى ليظهر بهذا المستوى البائس الذي لا يوحي أنه حامل اللقب؟ وفي صحيفة الزمان، كتب الزميل هشام السلمان مقالا بعنوان نجاح ملموس وغايات مستترة. جاء فيه:
بات من الصحيح أننا كإعلام نساند الخطوات الصحيحة التي تقوم بها التطبيعية في قضية الدوري، على ألا نتغاضى على السلبيات التي تحدث في كل عمل تطبيعي يراد منه تهيئة العمل بكل جوانبه بشكل رسمي صحيح، وبالتالي إجراء الانتخابات الجديدة لإيجاد مكتب تنفيذي جديد قادر على قيادة دفة الاتحاد للسنوات المقبلة، من شأنه يخطط لبناء كرة قدم صحيحة قادرة على تحقيق نتائج تليق بالكرة العراقية التي تتطلع للعودة إلى سنوات مجدها يوم كانت تنتج اللاعبين وتحصد ثمارهم بالفوز والنجاح. ألستم معي؟ تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، بإذن الله سنكون على الموعد. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.